قادة النصر. محمد علي فهمي قائد الدفاع الجوي. المشير محمد علي فهمي قائد الدفاع الجوي هو واحد من أبطال أكتوبر العظام الذين ألقوا الرعب في نفوس العدو. ولد محمد علي فهمي في 11 من أكتوبر عام 1920 بمحافظة الجيزة، والتحق بمدرسة فؤاد الأول حتى أتم تعليمه الأساسي، ثم التحق بالكلية الحربية عام 1938، وفور تخرجه التحق بسلاح المدفعية متخصصاً في المدفعية المضادة للطائرات. وتدرج فهمي في المناصب وعمل بهيئة عمليات القوات المسلحة، ثم تولى قيادة المجموعة السادسة مدفعية مضادة للطائرات بألماضة، ثم صار رئيس لأركان الفرقة الخامسة مدفعية. ولم يكتفي بما وصل إليه من معرفة، لكنه سافر إلى الاتحاد السوفيتي وتلقى دورة من الأكاديمية العليا للدفاع الجوي. وبعد 5 من يونيو عام 1967 طلب منه الرئيس جمال عبد الناصر وضع تصور لتطوير منظومة الدفاع الجوي، وفي يونيو 1969 تولى اللواء محمد علي فهمي منصب قائد الدفاع الجوي. ولعب فهمي دوراً مهماً في حرب الاستنزاف، وشارك في إنشاء حائط الصواريخ ليضع حداً لتوغل الطيران الإسرائيلي داخل الأجواء المصرية، واستمر في منصبه حتى عام 1973. حاول العدو بكل الطرق اختراق الحدود وضرب المواقع المؤثرة في بورسعيد والسويس والإسماعيلية والدلتا، لكن رجال محمد علي فهمي كانوا له بالمرصاد وألحقوا خسائر فادحة لقواته الجوية، حتى أصدرت القيادة الإسرائيلية الأوامر لطياريها بعدم الاقتراب من قناة السويس خوفاً من الدفاع الجوي المصري.